خلونا نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وطلع السيد الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي. امبارح كمان استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من عدد من لجان الكونجرس الأمريكي برئاسة السناتور جوني إرنست. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، واطلع الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية. ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور جوني إرنست، وده بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. شدد الرئيس على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء بهدف وضع حد لهذه الحرب اللي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة. وحذر في هذا الصدد من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية واللي بيزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسود السلام والعدل والأمن بشكل مستدام بدلاً من الوضع الحالي الذي ينذر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية العمل على الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف بما يسهم في تنميتها وتعظيم الاستفادة منها، مشيراً إلى أنه من الممكن استثمار أصول هيئة الأوقاف من خلال عقد شراكات تسهم في زيادة وتنمية تلك الأصول، قائلاً: هيئة الأوقاف مؤسسة اقتصادية وهدفنا نجاحها. أيضاً امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة، وتم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى اللقاءات والاتصالات المهمة اللي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع عدد من القادة الدوليين وما تناولته تلك الاتصالات من بحث لسبل دعم وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. امبارح أيضاً وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمدينة العالمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحديد الأسعار الاسترشادية سعر ضمان للمحاصيل السكرية لموسم 2025. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تقرر أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وده في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.